تم تحديث هوية المشتبه فيهم، والبالغ عددهم 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 36 و 65 سنة، ينحدرون من ولايتي مستغانم ووهران، غالبيتهم من معتدي الإجرام. وبدأ عملية ترصد للمشتبه فيه الرئيسي، أفضت العملية إلى توقيفه متلبسا بصدد عقد صفقة لبيع بندقية صيد أو سلاح ناري من الصنف الخامس كمرحلة أولى، ليتم استرجاع بندقيتين أخرتين خلال عمليتي تفتيش لمساكن المشتبه فيهم